في ساحة وأرض الله نادى الله جبريل وقال يا جبريل إني أرى فلان ابن فلان في صفوف أهل النار فيقول جبريل يا ربي إنا لم نجد له حسنة يعود عليه خيرها اليوم فيقول الله تعالى يا جبريل ولكني أسمعه في دار الدنيا يقول يا حنان يا منان إني أسمعه في دار الدنيا يقول يا حنان يا منان فأتيه يا جبريل فأتيه جبريل فيأخذه بيده من صفوف أهل النار ويدخله في الجنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا جبريل إني أرى فلان ابن فلان في صفوف أهل النار فيقول جبريل يا ربي إنا لم نجد له حسنة يعود عليه خيرها اليوم فيقول له الله يا جبريل إني أسمعه في دار الدنيا يقول يا حنان يا منان فأتيه يا جبريل فأتيه جبريل فيسأله فيقول العبد وهل من حنان ومنان غير الله فيقول العبد هل من حنان ومنان غير الله فيأخذه جبريل بيده من صفوف أهل النار ويدخله في صفوف أهل الجنة هل من حنان ومنان غير الله هل من حنان ومنان إلا الله سبحانه سبحانه يا من له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب وكل ذاك سماح اخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما فليس عليه ثم جناح يا من له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب وكل ذاك سماح اخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما فليس عليه ثم جناح منك التكرم والتفضل
والرضا أنت الإله المنعم الفتاح. يا من له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب وكل ذاك سماحه، أخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما فليس عليه ثم جناح، منك التقرب والتفضل والرضا. أنت الإله، أنت الإله، أنت الإله المنعم الفتاح. أيها الموحدون، من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الفتاح؟ من الرزاق؟ من الوهاب؟ من القهار؟ من الجبار؟ من القادر؟ من القدير؟ من المقتدر؟ من العالم؟ من العليم؟ من العلام؟ من الحي؟ من القيوم؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المعز؟ من المذل؟ من المغني؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من الباقي؟ من الباقي؟ من المريد؟ من القيوم؟ من العظيم؟ من الحليم؟ من الحليم؟ من الكريم؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. رضاك أمان ورحمة، وأمرك قضاء وحكمة. يا ابن آدم، إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله. يا ابن آدم، إذا سألت فقل يا الله. يا ابن آدم، إذا استعنت فقل يا الله. يا ابن آدم، إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله. يا ابن آدم، إذا تنكر لك أهل الأرض جميعا فقل يا الله. يا ابن آدم، إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله. يا الله، يا واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. ينادي على المؤمنين ليصلهم بالله، فيقول: أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. ولذا كان الرسول إذا سجد يدعو الله قائلا: سجد لك سوادي وآمن بك فؤادي،
فارزقني علما ينفعني وعملا يرفعني. اقرب ما يكون العبد الى الله وهو ساجد. اذا اردت ان تكلم الله فاسجد، واذا اردت ان يكلمك الله فاقرأ القرآن. السجود مكالمة إلهية، ادعو الله في السجود بما شئت. كان الحبيب يقول لربه وهو ساجد: سجد لك سوادي وآمن بك فؤادي، فارزقني علما ينفعني وعملا يرفعني. سيدي أبا القاسم: يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، صلت عليك ملائك الرحمن وسرى الضياء بسائر الأكوان، صلت عليك ملائك الرحمن وسرى الضياء بسائر الأكوان، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى صلى عليك الله. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراة العقيدة، تخرج آدم في جامعة الأنبياء من كلية الأسماء، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إذن لا بد أن نحتفل بتخرج آدم، والذي أمر بحفل التكريم لآدم هو خالق البشر، هو الله. فكيف كان حفل التكريم؟ إنه تخرج، أراد ربك أن يكرمه ويقيم له حفلا، فهل أقام له الحفل في أحد المسارح أو في أحد الكازينوهات أو في أحد الفنادق؟ لا، تعالوا تعالوا. وهل أحضر له فرقة من عازف الموسيقى والغناء؟ لا. اذا فكيف كان الحفل؟ كيف كان الحفل الذي اقامه الملك، ملك الملوك؟ ايها السادة الاعزاء، مع الظرف التاسع بعد المئة الرابعة انتقل بحضراتكم الى العالم العلوي والملأ الملائكي. الله تعالى أراد أن يقيم حفل تكريم لآدم، فماذا كان حفل التكريم؟ كيف كان؟ هل كان هناك عازفون؟ هل كان هناك مغنون؟ هل كان هناك شاربون؟ هل كان هناك عصاة؟ هل كان هناك راقصون؟ لا. إذا فماذا كان الحفل؟ وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا،
الله 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 فسجدوا سجدوا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما هذا؟ إنه مشهد رهيب. الملائكة كلهم أجمعون سجدوا لآدم، ولكننا مع السجود وقفة. كيف كان هذا السجود لآدم؟ إنه سجود تحية لا سجود عبادة، فسجود العبادة لا يجوز إلا لواحد هو الواحد. اما هذا السجود الملائكي فلقد كان سجود تحية لا عبادة. ولذا فان في القرآن الكريم ايات وقعت في 14 سورة ذكرت فيها ايات السجود، وهذه الايات اذا قرأتها او قرأت آية منها فعليك ان تخر ساجدا لله. اذا كنت على وضوء استقبل القبلة واسجد لله سجودا يسمى سجود التلاوة، فاذا لم تكن متوضئا فعليك ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، فانها تغنيك عن السجود اذا لم تكن على وضوء. آيات السجود في سورة الأعراف آية، وفي الرعد آية، وفي النحل آية، وفي الإسراء آية، وفي مريم آية، وفي الحج آيتان، وفي الفرقان آية، وفي النمل آية، وفي السجدة آية، وفي صاد آية، وفي فصلت آية، وفي النجم آية، وفي انشقاق آية، وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق آية، توحد من لا يغفل ولا ينام. جاء الصحابي الجليل ابو سعيد الخدري الى رسول الله وقال له يا رسول الله لقد رأيت في المنام كأني اقرأ سورة صاد، وكان بجانبي شجرة ودوات وقلم، فلما بلغت آية السجدة وقرأتها رأيت الشجرة والدوات والقلم قد سجدوا جميعا. قال له الحبيب سجدت الشجرة والدوات والقلم ولم تسجد يا أبا سعيد. يا معشر الإخوة الأعزاء، أتدرون ماذا يقول إبليس إذا رأى ابن آدم ساجدا بين يدي الله؟ اسمع إلى قول الحبيب المصطفى
وهو يقول ان ابن ادم اذا قرأ آية السجدة فسجد احتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلي يا ويلي، امر ابن ادم بالسجود فسجد فدخل الجنة، وامرت بالسجود فأبيت فدخلت النار. ولذلك فان ابليس لما ساله مولانا واسمحوا لي ان اذيع عليكم هذه الايات على الموجات القرآنية العاملة في سورة الاعراف، انتقل بحضراتكم من سورة البقرة الى سورة الاعراف، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، قال انظرني الى يوم يبعثون، قال انك من المنظرين، قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. اسمع معي، ان ابليس قال لرب العزة وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت ارواحهم في ابدانهم، فقال له رب العزة وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. لا إله إلا الله، لأغوينهم ما دامت ارواحهم في ابدانه، قال له وعزتي وجلالي لاغفرن لهم ما داموا يستغفرون. ولذلك يقول مولانا لموسى كليم الله على نبينا وعليه الصلاة والسلام، يا موسى خمس كلمات ختمت لك بهن التوراة، ان عملت بهن نفعك العلم كله والا لا ينفعك شيء منه. الاولى كن واثقا من رزق مضمون لك ما دامت خزائني مملوءة، وخزائني مملوءة لا تنفد ابدا. الثانية لا تخف ذا سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني دائم لا يزول ابدا. الثالثة لا ترى عيب غيرك ما دام فيك عيب، والمرء لا يخلو من عيب ابدا. الرابعة لا تدع محاربة الشيطان ما دام روحك في بدنك فانه لا يدع محاربتك ابدا. الخامسة لا تأمن نصري حتى ترى نفسك في الجنة، وفي الجنة اصاب ادم ما اصاب فلا تأمن مكري ابدا. ابليس يهدد ويتوعد
والله يقول لموسى لا تخف ذا سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني دائم لا يزول أبدا. إن تاجرا من أهل مكة كان يتردد بالتجارة بين بغداد ومكة وبينما هو عائد إلى مكة والليل قد أرخى سدوله وغارت نجومه ونامت الملوك ولم يبق إلا ملك الملوك أغلقت الملوك أبوابها ولم يبق إلا باب الملك وإذا بقاطع طريق يخرج على التاجر ويهدده بالقتل فيقول له التاجر خذ مالي خذ متاعي دعني اعود لاولادي واتق الله فيا ولكن قاطع الطريق قد قلبه من حديد ولما راى التاجر اصرار القاطع على القتل قال له اقتلني ولكن لي عندك مطلب قال له قال ان تسمح لي ان اصلي ركعتين قبل ان القى الله قال له قاطع الطريق صلي فدخلت الصلاة لكنها كانت صلاة من القلب ولما وضع رأسه على الأرض ساجدا لله نادى ربه نداء خفيا أرسل إلى رافع السماء برقية استغاثة عاجلة قال فيها يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ذا البطش الشديد يا فعال لما يريد يا من ملع نوره مكان عرشه يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني وسلم ونظر عن يمينه فوجد فارسا يركب فرسه وبيده سيف مهند بطار وقاطع الطريق يتوسل اليه ان يتركه ولكن الفارس لم يدعه حتى قطع عنقه فقال له التاجر من انت ارحمك الله فقال له انا ملك من ملائكة السماء الرابعة لما استغشت بالله تضرعنا الى الله ان يأذن لنا جميعا بالنزول لنغيثك من هذا الظالم لما استغثت بالله لما استغثت بالله سمعنا لأبواب السماء ضجة وتضرعنا إلى الله أن يأذن لنا بالهبوط إلى الأرض
أذن الله لي. والسلام عليك يا عبد الله ورحمة الله، ابن آدم ابن آدم، إنه السجود إنه السجود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ذا البطش الشديد يا فعال لما يريد يا من ملا نوره واركان عرشه يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني لا تظلمن لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا. فالظلم ترجع عقباه الى الندم، تنام عيناك تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. عين الله لم تنم لم تنم. الظلم مرتعه وخيم، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. ابن عابد صنع من ايام موسى اخذ ينادي على صنمه: يا صنم اسقني، يا صنم اطعمني، يا صنم اسقني. وبينما هو ينادي على الصنم ويقول: يا صنم افرغت لسانه، فقال: يا صمد اطعمني. فقال له الله: لبيك يا عبدي. فقال موسى لربه: يا رب نادى على الصنم واخطا لسانه، فقال: يا صمد اتقول له لبيك؟ قال: نعم، وهل هناك صمد غيري؟ هل هناك صمد غيري؟ لما قال يا صمد القيت نور الهداية في قلبي. فوحد الله فوحد الله. هل هناك صمد غير الله؟ هل هناك صمد غير الله؟ سبحانك اللهم انت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم انت المرتجى، والى علاك على الجبين الساجد. هل هناك صمد الا الله؟ عبدي عبدي اذكرك وتنساني، واخترك ولا تخشاني. لو امرت الارض لابتلعتك في حينها، ولو امرت الجبال لاغرقتك في معينها، ولكن اؤخرك الى وقت اقدته، اؤخرك الى اجل اجلته، ولا بد لك ولكل نفس من المرور علي ومن الوقوف بين يديها. اذكرك افعالك واحاسبك اعمالك، حتى اذا ايقنت بالضرار وادركت انك من اهل النار اوليتك غفراني ومنحتك رضواني، وقلت لك: لا تحزن، فقد غفرت لك الذنوب والاوزار، ومن اجلك سميت نفسي العزيز الغفار. وحدوا من لا يغفل ولا يضيع. ما
ما منعك ألا تسجد إذ أمرت؟ إبليس كان مع الملائكة ولم يكن من الملائكة، كان فيهم وليس منهم، هو جني، هو أبو الجن، ولكنه أخذته العزة بالإثم فكفر أوامر الملك. اخرج منها من زمرة الملائكة، اهبط منها من جماعة الملائكة، لا توجد بينهم بعد اليوم، انك رجيم مطرود من رحمة الرحيم. فماذا حدث؟ قال: فبما اغويتني بسبب حكمك علي بالبعد عنهم لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قسم المغلظ، ما قال إبليس سأقعد لهم، إنما جاء باللام الواقعة في جواب القسم لأقعدن، وجاء بنون التوكيد، لأن المضارع يجب توكيده إذا وقع في جواب القسم وكان للمستقبل وكان مسبقا ولم يكن بين القسم والجواب فاصل. شروط أربعة في وجوب توكيد المضارع يجب على طلبة الإعدادية والثانوية أن يعوها ويحفظوها. متى يجب توكيد المضارع؟ بأربعة شروط: أولها إذا وقع جوابا للقسم، ثانيها أن يكون مثبتا، ثالثها أن يكون مستقبلا، رابعها أن يكون متصلا بالقسم ليس بينهما فاصل. لأقعدن، وهنا يبنى الفعل المضارع على الفتح، وهنا يجب بناء الفعل المضارع على الفتح. اما الماضي فلا يؤكد بالنون، والامر كالمضارع فيه توكيد. لاقعدن لهم صراطك المستقيم، اي لاقعدن لهم على صراطك المستقيم. ثم لاتينهم، فعل اخر مؤكد لاستيفائه الشروط الاربعة، من بين ايديهم اي من الامام، ومن خلفهم اي من الوراء، وعن ايمانهم الجهة اليمنى، وعن شمائلهم الجهة اليسرى، ولا تجد اكثرهم شاكرين. ولنا في هذه الآية سؤال: إن الجهاد ستة لا أربعة، فلماذا اقتصر إبليس على أربعة من الستة؟ الجهاد الستة أمام ووراء ويمين وشمال وفرق وتحت، إبليس اقتصر على أربعة منها، اقتصر على الأمام والوراء واليمين والشمال، لماذا لم يقل من فوقهم ومن تحتهم؟ لماذا؟ لان جهة الفوقية لا يقرأ إبليس عليها، لان الرحمة تنزل من عند الله، ولا يستطيع احد ان يحجب رحمة الله عن عباده. واما من تحتهم فان ابن ادم اذا سجد ووضع وجهه على الارض، والسجود على سبعة اعظم او على سبعة اعضاء كما اخبر بذلك سيدنا محمد،
صلوات الله وسلامه عليه. السجود على سبعة أعضاء: الوجه واليدان والركبتان والقدمان. إبليس إذا رأك ساجدا لا يقوى على أن يدخل معك المسالك. إذا رأك ساجدا حسى التراب على رأسه ونادى على نفسه بالويل والهلاك، وقال عمر بن آدم بالسجود فسجد فدخل الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فدخلت النار. فماذا قال له مولانا؟ قال: اخرج منها مذءوما مدحورا. مذءوما اي معيبا، مدحورا اي طريضا. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. ايها الاخوة الاعزاء، اقرب ما يقول العبد الى الله وهو ساجد: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واسألوا الله من فضله، ان الله كان بكل شيء عليما. السجود قبل ان نريد السجود فلا نستطيع. معشر الاخوة الاعزاء، فماذا بعد ان طرد ابليس من رحمة الله؟ حكم الله عليه بالكفر، فماذا كان نوع هذا الكفر؟ ان الكفر انواع، فماذا كان نوع كفر ابليس مع انه يعتقد ان الله واحد وان الله موجود والله حكم عليه بالكفر؟ فما نوع هذا الكفر؟ سؤال نجيب عنه بمشيئة الله اذا ضمنا لقاء. واعوذ بحضراتكم من هنالك حيث العالم العلوي والمدى الملائكي وحفل تكريم آدم، الى هناك حيث ابليس وطرده من رحمة الله، الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم كتب على بابها: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها السادة الاعزاء، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، شتان بين ما كانوا عليه وبين ما صرنا اليه، شتان بين ما كانوا عليه وبين ما صرنا اليه. يرحم الله عمر بن الخطاب، يرحم الله عمر وهو ينفض الليل عن الكروب المخمورة. اسمعوا يا حكام المسلمين، اسمعوا يا من ضيعتم البلاد وقتلتم العباد، اسمعوا ماذا حدث لعمر من امرأة مسلمة. عمر وهو ينفض الليل عن الكروب المخبوة يجد نارا في ظلام الليل تهتك حجاب الظلام، فيقول لعبد الرحمن بن عوف: هيا بنا لنرى ماذا وراء هذه النار. البرد قارس والظلام دامس والناس نائمون، الرعية نائمون والراعي لا يعرف جفنه النوم. الرعية نائمون والراعي بينه وبين النوم جفوة وعدان، يحلب شياه اليتامى ويقطع ثياب الأيامى. يرى طفلا يمشي في احد شوارع المدينة فينحني عمر العملاق على الطفل ويقول له: يا غلام ادع الله لنا ان يرحمنا. فتقول الصحابة: يا امير المؤمن حلم ولم يجري عليه القلم فدعاؤه مجاب، اما نحن فقد بلغنا الحلم وجرى علينا القلم. هذا هو عمر، هذا هو عمر. يا من تريدون ان تتشبهوا بعمر، هذا هو عمر. يمشي بالليل والناس نيام، فيجد امام النار امرأة حولها اطفالها، احدهم يقول: امي اكاد اموت جوعا، والثاني يقول: امي ارحمي مني الضلوع، والثالث يقول: امي الا احظى باكل قبل ما امضي صريعا. وعمر العملاق امام هذا المشهد الرهيب المهيب المفزع، فاسألها: ما هذا الذي على النار يا امة الله؟ فتقول له: قدر فيه ماء وفي الماء حصى، اضعه على النار حتى اخدع الصبية فينام. فاسألها عمر: مما تشكينا؟ فتقول له: الله الله في عمر، وهي لا تعرف من تكلم. فيقول لها: وما ذنب عمر؟ فتقول له: ايالي امرنا ويغفل عنا، ايالي امرنا
ويرسل عنا كل هذا وعمر يسمع والكلام يدخل من اذنه فيطرق مجال القلب فيستقر في القلب فيتمكن في القلب اي تمكن. ولم يستطع عمر بعد ذلك صبرا فاخذ عبد الرحمن ابن عوف وذهب به الى وزارة تموينه وحمل جوالا من دقيق على ظهره وقال لحارس الخزانة احمل علي. قال له عنك ام عليك يا امير المؤمنين؟ قال فاحمل علي. قال عنك ام عليك يا امير المؤمنين؟ قال عمر شكلتك امك بل احمل علي. انت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة احمل علي. هذا هو عمر يا من تتمثلون بعمر يحمل الدقيق على ظهره ويمشي على الارض وبيده اليمنى سم وعسل ويذهب الى ام اليتامى ويجلس امام نار الدنيا ليقي نفسه نار الاخره ويخلط الدقيق على السمن والعسل ويضع امام الاطفال وبيده الشريفه يطعمهم مما صنع. فتنظر ام اليتامى اليه وتقول له والذي بعث محمدا بالحق انك احق بالخلافة من عمر. فيقول لها عمر يا امة الله اذا كان الغد فأتي الى عمر فسوف اكلمه بشأنك وينصرف. ولكنه لم ينصرف الى احدى استراحاته ليقضي بقية الليل امام لهو او لعب، انما انصرف ليستخبئ ويختفي وراء صخرة. يقول له عبد الرحمن البرد شديد يا امير المؤمنين هيا بنا. فيقول له عمر والله لا اغادر مكاني هذا حتى اتركهم وهم يضحكون كما اتيتهم وهم يبكون. حتى الدموع الاطفال يحاسب عليها نفسه وضحكت الاطفال بعد الشبع. قال عبد الرحمن ذهبنا لنصلي الفجر فوقف عمر يصلي اماما لانه خليفة المسلمين. قال عبد الرحمن والله الذي لا اله غيره لم استطع ان اتبين قراءة القرآن من عمر في صلاته لشدة بكاءه. لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ وقت الصباح وتذهب ام اليتامى وتدخل مقر القيادة واذا بالرجل الذي كان معها بالامس جالس وعن يمينه علي وعن يساره ابن مسعود وكلاهما يقول له يا امير المؤمنين. وسقط في يديه. اهذا عمر الذي قلت له بالامس اشكوك الى الله؟ الذي قلت له ايالي امرنا ويغفل عنا؟ ارتعدت اوصالها، تفككت اعصابها، اتفهر وجهها،
اصفر لونها فزعت كأن السلسالة تحت قدميها او كأن سلسلة الساعات قامت عليها. واذا بعمر يتدارك الامر فيقول لها لا عليك بأس يا امة الله، انا عمر، اتدري فيما دعوتك؟ دعوتك لتبيعي لي مظلمتك التي ظلمتك اياها بالامس، بكم تبيعينها؟ فقالت عفوا يا امير المؤمنين. قال اشتريتها منك ب600 درهم. اشهد يا علي، اشهد يا ابن مسعود، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه مظلمة فلانة اشتراها منها عبد الله عمر بن الخطاب، وشهد على ذلك علي وابن مسعود، واقبض الثمن وقال اذا انا مت فضع هذه الوصية بين كفني وجسدي حتى القى الله بها يوم القيامة. هذا هو عمر، وتلك شهامته، وهذه صراحته، وتلك رحمته، وهذه صرامته، وهذه نقوته، هذه رجولته. ولذلك لما مات عمر قال عثمان بن عفان رأيته في المنام بعد موته، فقلت له يا امير المؤمنين ماذا فعلت مع الملائكة في القبر؟ فقال لي لما اقعداني للسؤال قلت لهما من ربكما؟ هو الذي سأل. حاكم سوريا يرسل رجال مخابراته ليقتل امرأة، وعمر بن الخطاب يطأطئ الرأس امام ام اليتامى. يرحم الله الخليفة العباسي المعتصم، اسر ملك الروم امرأة من المسلمين ايام المعتصم، امرأة من المسلمين اسرها ملك الروم. اسمعوا ماذا حدث. المسجد الاقصى ضاع، ومدينة القدس ضاعت، الضفة الغربية ضاعت، المرتفعات السورية ضاعت، سيناء الله اعلم بمصيرها، ونام المسلمون كما نام اهل الكهف. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا؟ ناموا، تحسبهم ايقاظا وهم ركود، وهم ركود. وقال بعضهم لبعض ناموا ولا تستيقظوا ما فاز الا النوم، صوموا ولا تتكلموا ان الكلام محرم. ان قيل هذا شهدكم مر فقولوا علقموا، فقولوا علقموا. ان قيل ان نهاركم ليل فقولوا مسلموا. فماذا حدث ايام المعتصم؟ ايام كان المعتصم خليفة للمسلمين ترامت الانباء الى سمع ملك الروم. اسمعوا ماذا قال المعتصم. ارسل اقول من عبد الله المعتصم خليفة المسلمين الى كلب الروم، الى كلب الروم. اما بعد، اذا وصلك كتابي هذا فاطلق صراحها، والا فوالذي بعث محمدا بالحق
لو لم تطلق صراحها لأجربن لك جيشا اوله عندك واخره عندي. العزة لمن؟ الكبرياء لمن؟ الجبروت لمن؟ القوة لمن؟ العمياء لمن؟ الامر لمن؟ الحكمة لمن؟ القضاء لمن؟ وحدوا ملك الملوك. من المعتصم خليفة المسلمين الى كلب الروم. كلب يأسر امرأة اطلق صراحها، والا فالذي بعث محمدا بالحق. لو لم تطلق صراحها فلأجردن لك جيشا اوله عندك واخره عندك. يقول المؤرخون والتاريخ استاذ شاهد، لما وقع الانصار في يدي ملك الروم ارتعبت اعصابه ونادى على جنوده وقال لهم سلحوا بعض النساء من نساء الروم وارسلوا السيدة المسلمة في حراسة النساء معززة مكرمة الى خليفة المسلمين. الى خليفة المسلمين كانت لنا عزة وكانت لنا قوة وكانت لنا كرامة، كانت لنا مكانة، كانت لنا ارض، وكان لنا ارض. ايام كنا نعتز بالاسلام، لذلك قال عمر لقد كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام، فاذا افتغينا العزة في غيره اذلنا الله. اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم ارفع راياتنا، ووحد كلمتنا، واجمع شملنا، وتولى امرنا، واحسن خلاصنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واختم لنا بخاتمة السعادة اجمعين. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة، اصحاب الجنة هم الفائزون. وحدوا من امره بالكاف والنون. يا سلام، كلمة جامعة هي كلمة التقوى. فما هي التقوى؟ التقوى تشتمل على اربعة معان: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل.
صل يا مسلم على رسول الله. تقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ولذلك ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فعبر عن يوم القيامة بانه هو بكرة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لان كل آت قريب، كل آت قريب. ولست ارى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد فخرا، وعند الله للأتقى مزيد. وإدراك الذي يأتي قريب، ولكن الذي يمضي بعيد. واحد حي لا إله إلا الله. ولذلك سر مشاكل الناس النهاردة عدم تقوى الله. الله لو في تقوى من الله كان ربنا يتدخل في كل مشاكلنا ويحلها. الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. شوف النبي بيقول ايه، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بصانه. انما ايه تفكير الناس النهارده في حل المشاكل؟ تحديد الناس. مفيش حل غير تحديد الناس ابدا. طيب حددت الناس واديت للحريم ده لبيع منع الحمل وبل بعتهم اقل من سوان تولد بالجوز. واحده فصوت والده ست، واحده قالت سويف والده خمس، واحده في الزازيق والده اربعه. يبقى ستة وخمسة احداشر واربعة خمستاشر على ثلاثة، يبقى خارج القسمة خمسة. كل واحدة ولدت خمسة. ايه رأيك؟ يبقى سيبك من حكاية تحديد الناس، مش هي دي المشكلة. انما المشكلة انك تعلم الناس يعرفوا ربنا ازاي. لو عرفنا ربنا هيحول التراب ده، هيصلح لنا الارض ويصلح لنا البحر ويصلح لنا البر ويبارك لنا في ارزقنا. اسمع معايا شوف كلام النبي بيقول ايه بعد ما توحد الله. بيقول اذا اراد الله بقوم قحطا نادى مناد من قبل الله، يا امعاء اتسعي، يا بركه ارتفعي، يا عين لا تشبعي. اي الله انا عايزك تصلي على النبي. اذا اراد الله بقوم قحطا اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، نادى مناد من قبل الله يا امعاء التسع، يلي كنت تاكلي رغيف كل خمس، يا بركة ارتفعي. فك الجنيه عشان علبة كبريت تقرا السطح على روحه، راح فين الجنيه؟ الله يرحمه فما قبض غطيت. يا عين لا تسمعي، كل واحد عايز ثلاجة ومرسيدس وسخان ارسطو وتكييف ومروحة، وان كانش يلبي الطلبات انطرد من البيت. ها؟ يقول لك اسمع نفسي، ما هي اختي متجوزه وجوزها مهنيها، اسمعنا انت يا فقري. طب روح يا فقري. روح تسلق لطشه، روح دور شيك، روح اشتغل لرشوتي، املى بطنك بالحرام عشان تجيب لها الثلاجه وتجيب لها التلفزيون وتجيب لها التكاليف كلها، وبعدين ادخل السجن بتهم التزوير وهي تبقى تودينا بحشوة حلاوه. وكل عام وانتم بخير. بس هو كده، ما هو اللي بيحصل كده. ولذلك احنا كل الغلب اللي معانا النهارده ان اللي دماغه بيوجعه يقول لك ده معمول له عمل. ما
محمول له عمل. طيب ما بتخلفش محمول لها عمل. طب عشان حل العمل وده فين؟ وده الكنيسة للأسين. يخرب بيتك. هو ده ايه الحكاية دي اللي احنا طلعنا فيها جديد. ده انا دي من دول ملاحظ ان المسلمين النهاردة كل مشاكلهم ما فيش غير العمل ما فيش غير الصحة. وبعدين ما يتحلش العمل الا بالكنيسة. وبعدين النصارى المسلمين المسألة دي اهو بيقول كويس. عشان حمص المسلمين. وتبص في جواب جايلك من الكنيسة يقول لك المسيح يتدخل في حل مشكلتك. والاسر الفقيرة. قالوا لما حيث الفريق شوية دقيق وشوية سمنة هيغير دينه. مش ممكن. ده الاسلام غالي. ابدا. يبقى الفقير بياخد دين بتاعك ويضحك عليكم. ولذلك ده هقول لك شيء. كان اكبر واحد مبشر في الشرق الاوسط واحد كان اسمه صامويل زويمة. اكبر ممثل. قال له ما تروح مصر عشان خاطر تتنصر المسلمين اللي هناك. قال لهم الكلام ده كان في سنة 1906. فراح للعباسية في ده العباسية وقال لهم اسمعوا لي فقراء المسلمين. ما تجيبوليش الناس الاغنياء ولا الناس المتعلمين. هات الناس اللي هي على قد حالها. فراحوا جمعوا لهم الناس الخرجة خالص. بقول لك الخرجة. اللي هي المنخنقة والموقوذة والمتردية والنصيحة وما اكل الجبر. لموا له كم واحد 300 واحد. واحد صموئيل من 9 لـ12 الساعة 9 لـ12 الظهر يلقي محاضرات. الرب المسيح وقال المسيح وبركة المسيح وحل المشاكل وكل شيء رب المسيح 3 ساعات متواصل. ولا قاعدين قاعدين ايه؟ شربوا الليمونات المثلج وقاعدين بيسمعوا وبعدين ما في واحد بيتكلم. قام صامويل قال له هات له كوبايه ميه يا ابني اللي انا ريقي نشف. جابوا له كوبايه ميه. يا اسلام ما بيشرب واحد عرفان يبص للقاعدين وقال لهم وحدوه. قالوا لا اله الا الله يخرب بيتكم. من 9 لـ12 والاخر برضو وحدوه. لا اله الا الله. هحاول لك ايه? هحاول لك ايه? من 9 لـ12 وهو عمال يجيب مناحي. يعني خلص انجيل ومرقس ويوحنا وبطرس وكله. والاخر بس محتفظ مسار الصبات مية وضع الرجل من دول الشعرية وبناصع. قال لك حلو ستين طب منقول حاجة قبل ما يشرح. وحدوه. وانت عارف بقى المعلمين لما يقولوا وحدوه بقى يعني يبقى الواحد ماشي في شارع الازهر ما فيش قدامه يبقى راكب العربية بقى الظهر ورانا وما لقاش في الشارع ليه? يمينك يا في الشيخ. لا يا ابني انت نفيت الشارع كل ما فيش غير السكة المضيقة. انا الحقيقة بحثت في المسألة دي اشمعنى الشيخ بالذات. قلت لان الكلمة دي بتأدى عنده معنيين. المعنى الاول يمينك يا في الشيخ والمعنى الثاني منها بيقول له شيخ. اماشا مش حاسس. اللي بيقول له ركوبة اللي بيركب. فعبال الراجل مسار في قصة مية كانوا كلهم ضيعوا 3 ساعات. قال لهم بقول لكم ايه? قوموا بقى روحوا. انا من ساعة بقول صلي الزوب يجي دول يكسر على واحد يقول لي وحده. يقولوا صلي الزوب يقولوا هم وحده. احنا ما اقول لك الايمان في القلب لا يمكن ابدا. ولذلك الست اللي وجدت ابنها يتكسر وكان عنده 12 سنة. الاساس مسكه وغاب ينكته في المية ويطلعوا الواد يشقى. قالت له هتقوط الواد يا ابونا. قال لها اعمل لي كيه ما انت جبتين بقية الاسلام ما جرح في قلبه. هم مؤمنين تماما ان كل مولود ان يولده على الفطرة. كل واحد مننا بيتولد موحد بيقول لا اله الا الله. كل واحد مننا بيتولد وفي قلبه كلمة لا اله الا الله. فلا الدقيق ولا السمنة ولا العسل ولا الزيت هينصروا المسلم ابدا. لأن كلمة لا إله إلا الله من الذي كتبها في قلوبنا. الله وما كتبه الله لا يمحى أبدا. ولذلك شوف ربنا قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. كتب بإيه؟ بحبر شيني بحبر ذكر. لا كتبها بيد القدرة. كتبها بمداد النور. اولئك كتب في قلوبهم الايمان وما كتبهمش للويليام جيد لا وايدهم بروح منه.
ما سفاش كده، ايدهم ايه؟ بروح منهم. ولذلك يعني الجهل لما استشرى بنساء المسلمين اي حاجة كلها الكنيسة.